مبادرة الشناقطة من أجر الأقصى تنظم ندوة تضامنية مع القضية الفلسطينية بمشاركة علماء وأدباء وإعلاميين. رئيس المبادرة أكد أن الموريتانيين بمختلف فئاتهم يقفون صفا واحدا من أجل دعم الأقصى وقطاع غزة اتجاه ما يتعرضون له من العدوان الصهيوني. أهلا بكم في محطة ليست الوحيدة، ليست الأولى من المحطات المشرفة التي يظهر فيها الشعب الموريتاني ويقف فيها صفا واحدا موقفا مناصرا مشجعا داعما، ولا أقول داعما لأن الدعم نوع من التبرع، إنما نحن ما نقوم به واجب وطني وديني. الموقف الشرعي من قضية فلسطين والمقدسيين كان حاضرا في الندوة، حيث دعا المحاضر إلى نصرتهما باعتبارهما واجب كل مسلم. من هذا المنطلق لنفهم حقيقة هذه القضية، فعندما نتكلم عن القدس أو نتكلم عن الأقصى فإننا نتكلم عن شعيرة من شعائر الله، نتكلم عن حرمة جليلة من حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الندوة التي نظمت تحت عنوان القدس قضية الأمة الجامعة تخللتها إلقاءات شعرية وأناشيد تمجد المقاومة الفلسطينية وأبطالها الذين يواجهون جيش الاحتلال الصهيوني رغم المؤامرات وغياب المساندة من الدول التي أعلنت منذ سنوات دعمها للقضية الفلسطينية دون أن تجسد ذلك عمليا. وناقشت الندوة واجب دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تنفذ سياسات احتلالية منذ أكثر من 70 سنة.